نختم بمقال أو زاوية خط الاستواء للكاتب الصحفي عبد الله الشيخ في صحيفة آخر لحظة، عنوانها اليوم الكوز أسوأ من ذلك. يستهل عبد الله الشيخ زاويته ويبدأ ويبتدر بالقول: على الرغم من أنهم نوعا ما خارج السلطة، إلا أن ظهورهم بتلك الصورة على قناة خليجية يشيع الرعب في النفوس. فضحت قناة العربية بعض أسرار إخوان السودان لمصلحة من كانت لهم عقيدة في أفكارهم، لكنها ليست أسرارا عندما يعرف الإخوان، إذ الكوز أسوأ بكثير من ذلك. يواصل الشيخ ويقول: الإخوة في الخليج لا يعرفون الإخوان، وإن استشعروا مؤخرا بعض الخطر. دويلات الخليج لا تملك أدوات مكافحتهم، فهي دول تمتلك المال الذي يجذبهم إليها، لكنها تفتقد الروافع السياسية والاجتماعية اللازمة لمواجهة مخططهم الشيطاني، فضلا عن أن غالبية المناظر في بلدان الخليج ترتهن لأساليب التنظيم في التقية والتخفي وتدوير المعارك ما بين نار تحت رماد أو ماء تحت بن. يمضي عبد الله ويقول: قيمة الاحترافات أنها قيلت بأفواههم، ومن يدري ربما باعوها للإعلام المرئي كي يرسلوا رسالة تخويف بأنهم قادرون على فعل ما لا يخطر على بال طالما أنهم يبيعون أسرارهم، فمن يدري لعلهم يحرقون البلد كلها إذا جدت قوى الثورة في تقديم رموزهم للمقاصل. هم يحرقون الآن بالتجزئة أو يحرقون على أي حال. ويستمر عبد الله الشيخ ويقول: بيعت احترافات الإخوان لقناة أجنبية، وكان أولى بها تلفزيون السودان. لو أجادت قوى الحرية والتغيير تمثيل دورها كحاضنة لقوى الثورة، كان الأحرى بأهل الرصة الحصول على تلك المستمسكات بنبش الأضابير وتفتيش معاقل إخوان السجم كما يقول. ولو كانت الخرطوم قد تحررت بالفعل من سطوتهم، أو كانت قوى الحرية والتغيير تمسك بزمام الأمر. يختم هذه الزاوية ويقول: لقد فضحت قناة العربية بعض أسرار يكفي تماما لإتهاش زلمة في الخليج أو طويل عمر في جزيرة العرب، لكنها لا تفعل مثل ذلك الفعل مع الزول السوداني الذي يدرك أن الوسيلة الناجعة لمكافحة بلوى الإخوان هي الشارع العريض.